عامل ايه يا صاحبي؟ ها شكله كان يوم فوضى، ها مش كده؟ ها كان زي ما بتحب. مش هتاخدني عايش. متهيألي عملت كده خلاص، ما يفرقش معايا ابدا بانهي طريقه. فوضويين مقرفين يا فندم. انا مسكتش، ببعت الاحداثيات حالا. حلو قوي يا عريف. ثانية واحدة، أنا ما كملتش حرق مطرة العشاش. ويفر أنا هنا. سانت جون. تمام يا صاحبي. استنى استنى، أنا كنت قاعد في خيمة كانت في وسط المعسكر. طيب ايه رايك تقول لي حاجه تانية؟ بجد يعني كل الحاجات دي شبه بعضها. استنى استنى استنى. ايوه ايوه ايوه، كان قريب من عمود العلم. علم فيه نجوم كتير. حاجه وطنية جدا. تمام هشوف الموضوع. سين جون حول. لا انا ازاي ممكن اعدي من ده اكيد كان هناك على ملعب الكوره. هم هنا أكيد، ده صحيح. أقدر أستعمل ده. تمام اهو خلاص لقيته. اتمنى يكون ده يستاهل اللي عملته يا ويفر. شم ريحه. اكيد قربت. ايه
حاجة تارك. ابعد عن الطريق. العقيد تقرير الدورية أخذت السجين؟ للأسف يا عريف لا، لما راحوا يرجعوه لو ميت. مات؟ سم قتل نفسه مش عارفين إزاي. أنا آسف يا فندم. ولا يهم، كل اللي يعرفوا عننا مات معاه. تمام، سنت جون حول. وقفت قدامكم هنا وزعلت الموت النقيب. هاي يا صاحبي، عامل ايه؟ ده كل اللي لقيته. بص ايه اللي موجود هنا. اخويا، انت منقذ ارواح فورا. اشكرك. ويفر محتاج حاجه تاني؟ ويفر محتاج حاجه. عريف سانت جون، انت من خيره الرجاله هنا. اخ ما جابتهوش امي.
ديكن العريف سانت جون، مبسوط اني شفتك. سيد الرقيب، تمام دلوقتي كتير من ده. هتموت وتصرف الفلوس اللي في محفظتك ولا ايه؟ ايوه انت هتخليني ملياردير صحيح؟ ايوه تمام. العريف سانت جون، هشوفك قريب مش كده؟ ديك العريف في القيادة. ست رقيب، ايه الاخبار؟ ديك يا عريف، اشوفك بعدين. تعال نشوف. العريف ديكن سانت جون. خبر أبيض، يلا بينا. هو ده. تعال نشوف. Ah!
عسكر متشردين. السفلة اللي كانوا بيعملوا فخاخ لكل نقلات المؤن في المكان، مش كده؟ تمام، ده هيشبه قوي للطين. يلا نبص عليه. مستحيل، هي كان عندها حق، صارخين طيور مصابة لعينة، مش هيسيبوني أبدا لو ما حرقتش عشاشهم. أنا شامم ريحة عش، أكيد هنا في مكان قريب. واحد كمان، وقت الحريق. شكرا سام. شوية منهم. وهنا في أكتر. شكرا أكتر، شكرا أكتر، محتاج شكرا أكتر. محتاج أكتر. طيب، محتاج لي شوية كمان. أنا لازم ألاقي أكتر. ده هيكفي. يا ترى ممكن أعمل إيه؟ المفروض ده ينجح. خلي بالك من ده.
يا خبر ابيض. طيب تحب تدوقي؟ اتفضلي. شكرا يا عريف. يا ريت تاخد بالك لان ده سام جدا. ايوه اكيد يا فندم. اسمعي عندي خطه ما فيش وقت اشرحها، بس لما اجيلك المره اللي جايه استعدي للخروج من هنا. ماشي يا عريف، ما شكرتكش المره دي. زي ما انتي. أنا شفت تجلي امبارح. انضم مجندين جداد لصفوفنا وأدوا القسم بتاعنا. جم من أماكن بعيدة، شرق، غرب، جنوب، شمال. وصولهم للمكان ده في نفس الوقت مش صدفة أبداً. جم معهم أخبار معسكرات تانية، زي معسكر الجنوب اللي بنسعى لتطهيره، ومعسكرات تانية مليانة سفلة ولصوص ومجرمين وسفاحين. احنا متهددين كلنا، وكل يوم بيعدي بنواجه خطر الموت. بس الخطر ده مش سببه المسوخ الكتير اللي محصرانا، وجودهم ده شيء مقدر لينا، وكمان هو في نفس الوقت عقاب لينا. لا لا، مش المسوخ هي الخطر اللي بيواجهنا ويهدد حياتنا. الخطر من بشر زينا وعلى خطى اللي قبلنا. بنينا ملاذ لحماية البشر. لازم اروح لقاذفات الصواريخ. لحظة هتكون فين؟ الابراج، اكيد في الابراج. صح، كملوا حركة. وهنبقى ضد معسكرات تانية. خبر ده صعب. هاتلي معاك اكل وانت بره. يلا بقى يا حقير. صح، ده ممكن يكفي. لازم اوصل لسارة. سارة، الملازم ويتكر، ردي عليا. مستحيل، اتمسكي، أنا جاي. ما تعرفش ترجع تحرس أو أي حاجة بعيدة شوية؟ أوامر العقيد إني أفضل عيني عليكي طول الوقت. تمام، يبقى تظف أوامر العقيد. أنتي خدي بالك، أمور كتير اتغيرت هنا، ولو ما نفذتيش الأوامر
اتأكد ان احنا في امان. المكان امن، انت تمام؟ تمام. ايه الخطة؟ لمي كل حاجتك، هنمشي. هنخرج ازاي من هنا؟ الحراس في كل مكان. واثقة فيا؟ اوبراين، هنروح قمة الجزيرة، هي فرصة واحدة. تمام، اوبراين حول. مين اوبراين؟ هنروح فين؟ اسمعي، مفيش وقت اشرح خطتي كل حاجة، مش هنرجع. أنا مستعدة، يلا بينا. تمام، خليك قريبة، لو شفت حد. استنى، لو اني ما قريتش ملاحظاتي. أوبراين هو السبب إني لقيتك، كان مجند في نيرو في الليلة اللي ركبتك فيها الهليكوبتر. نيرو؟ آه، يا خبر، ويفر. لا لا، دي العلبة. تمام. عسكري مركز وصحي، عينك على شغلك. العلبة دي اللي هناك. أوكي، يلا يلا فوق، مش عايز اشوفها واقعة. معقول سابنا نمشي؟ ويفر سابنا نمشي؟ يا خبر، حراس تاني. طيب استني هنا. يلا يلا. طيب يعني اوبراين الراجل اللي طيرت نيرو جاي هنا؟ بصي، دي قصة طويلة، بقول لك تفاصيل لما نبقى فاهمين. أكيد عندهم مصادر ومعامل ومعدات. أيوة، أنا واثق جدا إن عندهم. بصي، اسألي أوبراين لما تشوفيه. واحد تاني. بالك زفت منك. خلي بالك. يا مجند، بتعمل ايه؟ انا اسف يا فندم، دي منطقة محظورة. ازاي تتجرأ وترد عليا بالشكل ده؟ عارف عقوبة؟ استنى. برافو عليك. واحد تاني. انا هحاول اخليهم. خلي بالك. برافو. يلا احنا قربنا. مستنيه اشوف بوزر تاني. انتي عايزه تروحي معايا لوست ليك؟ اقصد افتكرت اننا رايحين لكلوفرديل. لا، رايحين قصدي عاوز اشوفه، اصله زي اخويا الكبير، مش عارفه، ما بقاش عندنا حد في العيله، فاهمني؟ استنى هفرقهم. مين ده؟ يا مجند، تعال هنا لو سمحت. يا فندم، ده ممنوع. انت بتحقق معايا يا مجند؟ شايف الرتبه دي؟ ها، عارف اني اقدر اقدمك لمحاكمه. استنى. مش وحشة قوي. أنا شايفة نور الشمس. يلا إحنا قربنا. طيب، هي دي، إحنا على أعلى قمة. تمام، نجحنا. فين؟ فين أوبراين؟ هيجي هنا، هيجي هنا، محتاجين بس. دي أعلى قمة ممكن تشوفوا منها المنظر الرائع ده يا سادة. يا ملازم، كنت لسه بعمل جولة للمجندين الجداد في الجزيرة. إحنا قربنا نوصل، خلاص لازم تنضمي لينا. تمام. يا سادة، دي العقيد ويتكر،
من فريق البحث اللي بيكتشف طرق لهزيمة الأعداء بالسم. خاين. هو في ايه؟ استني استني، لا ابعدي. رايحين نجيب الجاسوس. ليه عايز تسمعه هو بدال؟ تعرفني يا مات مايك قائد لوست ليك هو اللي بعت الشخص ده كله كده. صدقني انا ما قابلتش الحقير ده. يا عقيد انت لازم تصدقني. كفايه. تمام انا سامع. صدقني الشخص ده جاسوس. مات الراجل ده مجنون، انت ما شفتوش قبل كده. ولازم يظهر مره واحده كده وانت ناوي تصدقني. معسكر انت قلت لي اسمه لوست ايه؟ انا ما بكذبش، خليه كده يورينا ظهره. ايه؟ اسمع. يلا ورينا. كفايه كفايه، ده انذاري الاخير. دلوقتي هنكتشف حقيقه الموضوع. ما ينفعش تدعي كذب ضد حد من زمايلك. نقيب كوري، انا نسيت، ده التكليف 8 ولا 9؟ انا مش قادر افتكر يا فندم. قول لي اللي انت عارفه وما تكذبش يا ابني عشان اعرف. في معسكر لوست ليك هاجم واحده ست. ايه القذاره اللي انت عارفها؟ ما كانش لابس قميص. القذر ده عنده وشم على ظهره كله، وشم صوره شيطانيه، صوره كلب، كلب ميت بيتحرر من سلسله حاجه زي كده. انا رحت بعده عنها، ما كانش في وعي وكان شرس جدا، بس مين عارف كان هيحصل ايه لو ما كنتش موجود. يلا خليه يكشف ظهره لينا وهتشوف مين اللي بيكتب. آسف يا عقيد، ده كلام مجنون. طوروا مكتب. لابس صورة سير براس، كلب حراسة هاديس. لايق عليك، بيصادف وجودك في عالم الجريمة. بس انت غير سيربرس مش كده؟ ديكن سانت جون. ده بيكذب عليك. اسمك فعلا ملائكي. والحقيقة حياتك كلها كذب. انت فعلا خاين. وانت كمان يا ملازم، كان وجودك مع الرحال صدفة وقت وصول هليكوبتر نيرو. يا عقيد انا مش فاهمة سيادتك بتقول ايه. كنت في معسكر نيرو اللي اتدمر. من امتى بتتجسسي علينا؟ من امتى؟ مات اقسم لك انا عمري. كذب تاني. ما توقعش حاجة تانية من رحالة. اتوقع خيانة واحد زيه ليا. بس خيانة ظابط. يا عقيد انا السبب. انا السبب يا عقيد. انا كذبت. لو بصيت في جيبي هتلاقي لاسلكي، لأني اتصلت بيهم. اتصلت بيهم وكدبت. كدبت على الملازم، قلت لها أني محتاجها في تفقد الشحنة، لكن الحقيقة أني كنت محتاج رهينة. ديكن سانت جون يا رحال، سمعني معاك من نيرو. أنا وبراين، سمعني؟ آسف، العريف سانت جون مش متاح. ثانية، مين معايا؟ أحياناً في البحث عن الحقيقة ممكن دم الأبرياء يتهدر. أنا آسف يا عزيزتي. حرر الجندي ساركوسكي. أيوة كوري، خد الرحال للحجز. بكرة الساعة 700 هيتحاكم وأكيد هيتشنق. يا ملازم كفاية، في شغل. يلا
تكلمني عن معسكر لوست ليك. أوامرك، عايز تعرف إيه؟ يا ملازم، من فضلك. يلا وقف. حلو، اتهيألي انك اتنفست. يا قذر، هو ده اللي عايز اسمعه، انك ما اتكسرتش لسه. اوكي، ليه؟ الوشم اللي على ظهرك، كلب ميت بيكسر قيوده، رسم نادر جدا. عملت بحث قبل تحريرك، كنت مش عارف، بحاول ألم الموضوع. خدنا دام الملازم لما جت المعسكر، أعتقد إنه ملكك. أيوة ملكي. واسم مراتك مش هو باث؟ مش اسمها. وفضلت هنا كل ده عشان تلاقيها؟ أيوة. سألتني عن السبب. الموضوع بسيط جدا. اللي أنا شايفه، أي راجل رايح يواجه المجهول عشان يلاقي مراته ما يستاهلش أبدا يموت في النهاية. استنى 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 ثانية، أنت بتساعدني؟ تمام، ده معناه إن كلكم هتتشنوا. إحنا مش هنتراجع. العقيد خلاص اتجنن، حرب مقدسة إبادة جماعية، إيه الهبل ده؟ تمام، إيه الخطة؟ هتعملوا إيه؟ رايحين على الشرق. أيوة، عشان نوصل لرينو. ما تيجي معانا؟ لا، ما ينفعش ترجع، المسلحين هيقتلوك. لا، أنا مش همشي من غيرها. آه، ولازم أروح الشمال وحذر آيرون مايك. الكلام ده بقى متأخر دلوقتي. ليه؟ قضوا ليلة بيخلوا ممر سانتيام. إيه؟ الموكب مشي الصبح وراح للشمال. يا دي القرف. متأكد إنك مش هتيجي معانا؟ أيوة متأكد. حظ سعيد لديك إنسان جون. يا كوري، لما قلت للعقيد عن خدمتي العسكرية قلت له إني كرهت كل دقيقة فيها، بس ما كنتش هكرهها لو كنت خدمت مع قائد زيك. تعرف، يمكن لسه مش متأخر. لازم ارجع لوست ليك ناحيه الشمال، لازم انقذ بوزر ريكي وايرون مايك. مش هقدر انقذ ساره، مش هقدر انقذها، لكن اقدر انقذهم. اسف يا ساره، انا اسف، بس مش هستسلم على اي طريقه. ارجع لك صدقيني، هرجع علشانك. لازم اتجه للشمال، هاخد طريق سانتيام السريع، هو فاضي دلوقتي. ايوه، اسرع طريق.
أنتيا من هنا للشمال. نقطة تفتيش أعرف ما كانش موجود هنا قبل كده. مفيش طريقة لتفاديها. تاني ها؟ رحتوا فين؟ أيوة هو ده الكلام.
لوزر، انا جاي لك. ابعدوا عن طريق هنا. لازم تقف شوية. خبر أبيض
بوزر سمعني؟ رد يا بوزمان. بوزر رد. ليك ده انت؟ ايوه اني ليهم هنا، مش ممكن. ادي نقل المصابين. بوزر ليك، انا مبسوط انك لسه عايش يا صاحبي. احنا فعلا محتاجين مساعدتك حالا. انقلهم جوه، اتحركوا. ايوه اتحركوا، خد بالك. جاي يا بوزر، قربت اوصل. اسكيزو هناك يا بوزر، جاي يقتلك. زفت. ريكي، معسكر لوست ليك ردوا. ريكي، ايرون مايك ردوا. هم اتمكننا منهم. فين سكيزو؟ حد شاف سكيزو؟ عملناها تمام صحبي. يا صاحبي الحقهم، ما تخليهمش يهربوا. اقتل كل حقير. هو فين سك... لازم نمشي. ما تقلقش، هنلاقي الحقير ده. ديك يلا بينا. ريكي، هو ايه اللي بيحصل؟ ايرن مايك اتصاب برصاصة. يا عم يا كسول، انت كنت عايز اسألك، لو عايز تروح تصطاد عندنا معسكر لازم نأكله. لقيتها مراتك؟ ايوه مايك، هي برا. هي هنا. ايوه. بص، انا ما كنتش هقدر اعمل ده من غير مساعدتك. تمام، كنت خايف. كويس، عاوز أقابلها. أكيد هي ست قوية، عشان مرت بكل المصاعب دي زي مراتي ليزا. بس تمام. اتفضل يا مايك. مايك، عاوزك تاخد ده. لا، مش عاوزه. أقدر. كنت مايك، اتفضل خد بالك. كنت غلطان يا ديك. لا لا لا، نقدر ندبر الموضوع مع بعض يا مايك. لما تقف تاني على رجليك هتشوف هنعمل ايه. كنت غلط. اعمل اللي لازم تعمله عشان يفضل ال المعسكر ده آمن. ريكي. أيوة أنا هنا يا مايك، أنا هنا. مايك مفيش طريقة سهلة أقول بيها ده. ايرون مايك مات. هو وقف، حاول يوقف سكيزو لما المسلحين خرجوا، وعشان هو ايرون مايك حاول يتكلم معاه و تمام. ايوه، اخرسوا. ده مش تأبين، ايرون مايك ما كانش هيحب ده. احنا ما عندناش وقت لدلقن، لان الرجالة اللي قتلناهم النهاردة في أكتر منهم هناك بكتير.
أنا رحت لمعسكرهم وقدرت أشوف جيشهم، ولما يرجعوا هنا هيذبحوا كل واحد منكم. هو هيحاولوا إلا لو إحنا ضربناهم الأول. اخرسوا! اسمعوه، ايرون مايك كان بيثق فيه فلازم تثقوا فيه. لا لا لا، اسف ما اقدرش اعمل ده، انا مش ايرون مايك، انا يدوبك رحال. انت صح، ده الطريق. لا انا مش همشي خالص. بصيلي اسمعي، تمام، لاقي لي بوزر خليه قابلني في اوضتي.